السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متتبعات، واش أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله كما راكم تشوفوا، بما أنه كان نهار تاع جمعة، جبت لكم وصفة تاع الطعام، وصفة من بين الوصفات الجزائرية، لأنه الجزائر ما شاء الله غنية بعدة وصفات في تحضير الكسكس ولا الطعام. الوغ بسم الله وعلى بركة الله. قبل ما نبدا معكم الوصفه، مي تشوفوا هكذا الخضره والطعام، عرفوا بلي النهار تاع اليوم هو الجمعه، لانه احنا في الجزائر كامل، اذا ما قلتلكمش الاغلبيه، كامل نحضروا الطعام بنهار الجمعه يعني، او بالمناسبات، لكن ضروري كل جمعه نحضروا الطعام او ما يسمى بالكسكس. برك الوصفه تختلف من منطقه الى منطقه، بحكم الجزائر ما شاء الله قاره، والجزائر اللي تمتاز بعدة وصفات في تحضير الكسكس أو الطعام، يعني عندنا عدة طرق. اليوم راح نشارك معكم الطريقة ديالي أو ما يخص ولاية تلمسان. مام تلمسان الحين عندها شحال من وصفة، لكن هذه هي المعتمدة بكثرة أو في قلب تلمسان، وهي اللي تجيب الخضرة والمرق ديالها يجي صفر أكثر من الأحمر، كاين اللي يعملوا أحمر لكن الأكثر هي صفر. المهم راني شاركت معكم شحال من وصفة تاع الطعام، اليوم راح نشارك معكم هذه. هنا كما راكم تشوفوا راه عندي الخضرة، راه عندي الفارة القرعة، راه عندي الكاروت يعني زرودية، راه عندي الكابويا، وراه عندي هنا زوج حبيبات صغار تاع البصلة، بيان سيغ الحمص يكون بايت في الماء، وهنا عندي حبة صغيرة تاع طوماطيش مبشورة، وإذا كانت كبيرة عملوا غير النص ديالها، بصح إذا حبيتوها حمراء بيان سو عملوا حبة كبيرة، وتزيدوا هنا طوماط كونسونتري أو طماطم المصبرة اللي يحبوها تجي حمراء بيان سو. راه عندي حتى الكرومب مي ما راحش نضيفو، راح نخلي برك هذه الخضرة، ودي فوا نضيف البطاطا على جال بنياتي، يعني أنا نحب الطعام بالبطاطا، دي فوا نضيفو، اليوم ما راحش نضيفو. بيان سو عندي اللحم هنا كان في كونجيلاتور مجمد، تقدروا تعملوه بالدجاج بيان سو. لي زيبيس هذا واش راح نعمل؟ راه عندي هنايا سك الجبير، لانه الطعام يجي بنين بزاف السك الجبير، خصوصا اذا عملتوه بالدجاج. سك الجبير عندي هنا باودر، وراه عندي الفراش الاورغانيك، هذه راح راح نرميها هكذا. ملح بيان سور، عندي زعفران اذا حبيتوها حمراء عملوا فلفل احمر، انا يعني عامله الزعفران تاع الشعره. عندي عود تاع الارفار، عندي التفاوه، التفاوه هو الفلفل الاسود، وراه عندي هنا الكركم، انا نحبه في الطعام خصوصا انه صحي، على بها نضيفو يعني نضيفو بزاف الوصفات ديالي. هذا واش راح نعمل في الطعام او الكسكس تاع نهار اليوم. نبداو على بركه الله. جبت البلمه ديالي، نحط اللحم بسم الله، اوكي معايا هنا نعمل البصله، انا عملت الحمراء، تحبوا تعملوا البيضاء عملوا. طماطيش بسم الله، حمص، ولي زيبيس ديالي. او بيان سور نحتاجو للزيت، انا نحب زيت الزيتون مع الحمرة، في شوية تاع الشحم يعني، برك زيت الزيتون بسم الله، ونحط البرمة ديالي فوق النار. الخضرة ما راحش نضيفها درك حتى من بعد، حتى يطيب اللحم البنات. فوالا نخلي حتى اللحم ديالي والبصلة يتقلاو، عادة باش نديكلها الماء تاع السخون ولا الماء السخون، ونغطي عليه ونخلي اللحم ديالي يطيب. اذا كانت عندكم كوكوطا، في الكوكوطا يكون احسن يعني، اكسبريس بالخط نجيب اللحم ديالكم. الله اكبر بسم الله. المهم نخليها على نار مهيله، من بعد ما اللحم والبصله ديالي تقلات غايه الغايه، عادة باش نضيف الماء يكون سخون بيان سور، ونغطي عليه ونخليه حتى اللحم ديالي يطيب ان شاء الله. ودوك نمشيو للطعام ديالنا، راني مستعمله موين، انا عاده نغسلو كامل يا البنات،
نخليه ينشف، بعد نضيف له الزيت والملح. بصح اليوم راح نعمل معكم الطريقه الزوجه، وهي نضيف الماء على 3 دفعات، حتى الاولى على 3 دفعات برك. الاولى كان بزاف اللي مين يغسلوه من بعد يتعجن لهم، يتعجن. الوغ راح نشارك معكم هذه الطريقه السهله باش ينجح معكم، بالنسبه اللي ما يعرفوش. ما شاء الله كم تعرفوا تعملوا طعام. المهم بسم الله على بركه الله، نضيف الماء بشويه بشويه، يبت هكذا بصباعي بيان سور، طعام ما ينعجنش. تنحسوا بلي تسمخ تسمخ كامل. فوالا المهم بما انه يتفور على 3 مرات، كل مره الماء يبدا ينقص. مثلا اذا جاتك في الاولى كاس ونص، لا دوزيام فوا تجيك كاس ولا المل كاس، والثالثه نصف كاس. اوكي نزيدو شويه، اكيد حسب الكونتيتي ولا الكميه اللي عندك. الملح ما نضيفوش درك في تفويره الزوجه، والزيت من بعد حتى من ينشف ولا الماء ديالي يتشرب. هذا كملته هكذا، ونخليه حتى ينشف ولا يتشرب، هذا باش نفور الطعام ديالي. هنا خلاص الطعام ديالي نشف، نحلو هكذا. بعد ما حللته كامل نزيد له شويه تاع الزيت، بسم الله، والملح حتى في تفويره الزوجه ان شاء الله. بالنسبه فاش نفور الطعام ديالنا، اما الالار ولا هذا، تشوفوا كاين هذا الالار تاع الحديد اينوكس، ولا كاين هذا تاع الحلفه، هذا جبتهم من البلاد بيان سور. حنا في الجزائر خصوصا الغرب، الغرب نحبوا بزاف نطيبوا الطعام في هذا، يجي يهبل، يجي عنده واحد النكهه سبيسيال. الوغ انا اليوم راح نعملوا برك في هذا. راح تقولوا لي هنايا راه متقوب، هنا عندنا نعملوا البرارت، راه عندي هنا ديجا جبته معايا من البلاد، جبت هكذا واحد الميطره نص مورسو صغير، ونعملوا هنايا باش الطعام ديالنا ما يهبطش. فوالا، يعني تفويره في تجي تهبل صراحه. اوكي انا راح نستعمل هذا الالال باش نفور فيه الطعام ديالي. والطعام باش يجيكم بنين من الاحسن تحطوا يتفور فوق البرمه اللي راكم عاملين فيها المراه ديالكم تاع الطعام، باش يجي بنين. ها هي دي التفويره الاولى، بسم الله. ونزيد له الماء بيان سور، الماء يكون ناقص، يعني ماشي يكون مضرب ولا كاس. من بعد ما خليته حتى برد وتشرب شويه، عاد باش نرجعو يتفور للمره الثانيه، يعني للمره الزوجه، ونعاود نكرر نفس العمليه للتفويره الثالثه. وكما قلت لكم قبل انه بين التفويره والتفويره كميه تاع الماء تنقص، يعني لانه الطعام ديالي يكون قريب يوصل ديك المرحله تاع الطياب ديالو. من بعد هنا راني في المرحلة الثالثة كما شفتوا، دائما نفس الطريقة، نشربه بالماء، نخلي حتى يبرد شوية، ونرجعه في القلال ونحطه فوق البرمة يتفور. ومن بعد بيان سور نجيو المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة كل واحد واش يعمل، هي من الأحسن تعملوا السمن وتفاوه وسكشبير، يجي يهبل واحد البنه في تجي ما شاء الله. واذا حبيتوا التفويره الاخيره، التفويره الاخيره العفو الاخيره، ما تعملوش الماء، استعملوا المرق تاع الطعام، يجي بنين بزاف بزاف.
هنا كما شفتوا من بعد ما طاب اللحم ديالي نحيتو عاد باش نميت الخضره ديالي وغلقت عليها وخليتها حتى تطيب. التقديم كان بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، ما شاء الله جات واحد الطعيمه بنينه بنينه، شهيتكم في الجنه. هنا ما رانيش مصقياتو، يعني راني حاطه برك الخضره فوق الطعام. علاش ما عملتلوش المراه؟ لانه كل واحد وياكل في الطبسي ديالو، يعني نحط هذا في الوسط وكل واحد يرفد ويعمر الطبسي ديالو. لانه كل واحد كيفاش يحب الطعام ديالو، كاين اللي يحبوا مره بزاف فيه المراه بزاف، كاين اللي يحبوا نص نص، كاين اللي يحبوا ناشف. انا هكذا كل واحد وكيفاش على بها يعني نعتمد على هذه الطريقه في تقديم الكسكس ولا الطعام. الوغ البنات هنا نكون وصلت الى نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله انه نصفتنا اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم كالعاده ما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما ليا ما نقولكم غير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.